لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كلشي على خير؟ كلشي بخير؟ كندير لكم هاد لا فيديو هادي بيان سور ماشي في دار اختي، بيان سور في الدار ديال ماما. دابا كتوني داخله باغا نديماكي وجهي وعاد نمشي للكوزينه شويه. قلت لا صافي خليك بحال هكا، سيري للكوزينه قضي شغلك وتتقربي تنعسي، عاد ديماكي، عاد غسلي وجهك، وعاد ديري ديك لاكوتين ديالك باش تحكسني على سكوتي كشي. ما جبتش الشيته ديالي، نسيتها، ماشي مشكل. دونك الفيديو ديال اليوم داخل في الويكند، غادي تجي لنا لا فامي غدا، غادي نتجمعوا هكا، حنا مولفين في العائله ماما، ساعه ساعه كنتجمعوا عند شي حد، فغادي يجيو عندنا، غادي نتغداو اونصومبل في الدار عندنا. وهذا مكان الكويدات، كتعجبني هكا فاش كتجمع العائله، كنبقاو نضحكوا ونشطوا ونهضروا، فهمتي، عشان كتكون عندها حلاوه اخرى، جلسه اخرى. المهم اختي دابا غادي نمشي ندير واحد لاصالاد، هما تعشاو، كنقصد عمر وبابا وماما تعشاو بالكفته وداكشي. انا اختي ما فيا ما ناكل الكفته، غادي نمشي ندير اون سالاد اللي فيها طوماط سوغيز، الخيار، نقدر ندير الطون ما عرفتش. المهم عندي شويه هكا شويه هكا شويه هكا، المهم اون سالاد وصافي. هذا باكر، حيت ما عنديش الموفي باش انني ناكل شي حاجه هكا متخته مع الليل، كتقاتيني الحلقه ما كنقدرش. الليل خاصني غير ياغورت وشي حاجه هكا سلاده، جون شي حاجه خفيفه، شي حاجه ثقيله اختي ما كنقدرش عليها ابدا 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 ابدا. شوفوا الميكاب عجبني والله يلا، حتى لابو ديالي شوفي اش كتحملي بولد كتزياني، وكاين سبحان الله اللي كيخيابو، شوفي داكشي فيه وفيه. انا مره كنكون زوينه مره كنكون خايبه. جاني عرفتو باغا ناخذ شي سيروم، قولي طيحتو، باغا ناخذ شي سيروم للوجيه ديالي. انا اختي كنحماق على العنايه، كنحماق على انني نعتني براسي، نكون كقيه، فهمتي، لابو ديالي تكون هكا كتبري، فهمتي. انا هكا اختي عزيز عليا راسي، نفسي ثم نفسي ثم لا احد ثم نفسي. كيعجبني اختي نتهلف فريمون في راسي، نتهلف راسي ونخسر على راسي وبزاف. المهم بالنسبه لهذا سيروم ديال فيتامين سي، الثمن ديالو كيدير 150 درهم وشي حاجه واقيله. المهم هانتوما فوالا 150 درهم وشي حاجه. انا باغا نجربو الصراحه، باغا نشوف واش نجربو هاد الليله عند ماما ونشوف الا عجبني غادي ناخذو ديال فيتامين سي. لي زامي سلاده غادي ندير فيها فرماج هذا ايمونطال، ها هو غادي ندير فيها خيار و سوريز و البروكولي، فوالا هادشي اللي غادي ندير. وغادي نقدر نزيد الطون في الاخر الا بغيت بيان سور، ولا كانت اي حاجه غادي نزيدها ترضى نقولها لكم. عرفتو كتحمقني طوماط سوريز اللي كتكون هكا مدوره، هاد المدوره هادي كتحمقني، هادي شوف شحال زوينه، دايره بحال مطاشات كبيره وهي صغيره الحجم، كيوت. اي لاف ات، شوفوا خاتمي، اي لاف ات. شوفوا انا وجدت لا سالاد هي عندي راه هنايا، شتي انا العشاء ديالي هيلتي الطاق. كنعزل لك شنو بغيتي الطاق؟ هذيك البروكلي، بروكلي زيد فرماج، كيختار الطون تاع الطون. ياو ما مسلكش الخيار، فكر تاكلها معايا. تاكلها معايا ولا ناكل معاك؟ كيفكر زوين زوين. فوالا هيا لاصالاد ديالنا. البنات انا فرحت لكم راسكم بهاد لاصالاد، فرحت لكم راسكم، ولكن فريمون بنينه وصحيه وكتشبع يا اختي، سورتو فاش كتزيدي الطون. يا سلام زعما قلت قبل ما ناكل، المهم وجدت الماكله ديالي قبل ما ناكل اختي، غادي نديماكي وجهي. زوينه بحال هكا نبدا لكم الويك اند في الليل، بس ما نبداو حتى الصباح. شو هذا الوين عندي في شعري فن؟ قلت انا ندير الحنه ديما كي اختي وجهي، وما جبتش لي جيني طويون ديالي حيت ماما عندها لي جيني طويون.
وهي هذيك غادي نجربوا هاد السيروم هذا باش نشوفوا اختي واش غادي يوافقنا. الا وافقنا غادي ناخذو. سولت على الثمن ديالو قالت لي كتاخذوا ب 3000 وشي حاجه، دونك على 200 درهم. غادي نجربوا ونشوف فيتامين فيتامين سي، غنجربوا ونشوف على الله. انا صراحه باغا هكا نبقى نيدغاتي وجهي بشي جونغ شوي سيروم. انا عندي لك كريم هيدراتونت، لك كريم هيدراتونت كنديرهم، ولكن دابا بغيت زعما داك الترطيب العميق سيروم ولا شي حاجه، سورتو كو وصلنا لاج ديال الامومه، وصلنا لهاد لاج خاصنا نبداو نديرو الكولاجين، خاصنا نبداو نديرو، واخا هادشي راه كيدار على 20 عام صراحه، خاصنا نبقاو نديرو الكولاجين، الفيتامين سي، فيتامين او. وجهي مزيان 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 مزيان، نقيت اختي من المكياج، دابا غادي نستخدمو هاد السيروم ديال ماما ونشوف واش كيخرج بسرعة هائلة. فوالا ريحتو فنة، هذا جو بونس غي اي في الليل حيتاش لا فيتامين سي ما تنقدروش نخرجوا بها من الشمس، خصني عاد نقرا عليه مزيان، سينو غادي نقول لخالتي تجيب ليا كتالوج ونشوف شي سيروم لي اي يوافقني انا. هذا بالي زوين، بالي زوين. دونك فوالا اختي، الله يا بيرتو عييت فريمون عييت صافي. خاصني دابا مع شعري نقي خاصني ميتقاش ليا بالزيت بهاد السيروم، حيتاش انا دو جونغ الناس اللي شعرهم على صبا دغيا دغيا كيفالطي دغيا دغيا كيتزيت، وانا اختي مزال محتاجاه زعما ندوشو الصراحة. فوالا غادي نجمع بابا بحال هكا. دونك فوالا شوفو هانتوما شتو السيروم كيفاش تيدير، ولكن مازال ما نعرفش داكشي ديالو اللي كيدير يعني النتائج ديالو دابا، غير هو انتوما عقلو على لابو ديالي انا دابا راه مزيانه صافيه مفتوحه هي هذيك، ما عندي حتى شي زعما حتى شي مشاكل دابا حاليا في البشر ديالي. وهنا واخا هكاك مازال كنقلب على شي سيروم هكا، انا كندير كما قلت لكم لي كريم ولكن ما قنعونيش مؤخرا لانه ولاني فيه كيتقشر ليا من هنايا، ف البشره ديالي تخرقات يمكن مع الحماره تخرقات ما عرفتش، فخاصني شي سيروم هكا قوي نبقى نديرو اون غير بالليل. اختي حتى تشلاتي حدايا، شربت الدواء ديالي وقرعتي الماء حدايا كيف ديما. هلو على الزناطي يا اختي، شوف شوف يا اختي هذا المشاغب، ما عرفناش ولدو كي غيكون مريول. سينو لي زامي دابا غادي نمشي اختي ناكل ونتكا ونعس، وان شاء الله غدا نشارك معكم النهار كيفاش يدوز، شنو غتوجد لنا ماما، نشارك معكم هكا شويه 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 من الحاجه وندوزو النهار اونصومبل. شوفوا اللي قلت لكم غدا الناس ساليت ديك الصلاده السكلي جوج فرماجات من هادو فرماج طرونش الزيتون، هاد اللعيبه الزيتون ما كثرتش منه على وديت الملحه، خديت غير هاد الحبات وهاد الجويج من هادو شكلاط وهاد اللعيبه هادي ما عرفتش شنو كيقولوا ليها النوغا ولا والله ما عرفت. المهم هي هذيك زعمي. دابا فخنا كيما شفتو فطرت، حاولت اني نتحرك شويه نجمع شويه وداكشي،
خاصني ضروري نخرج، كنتسنى بابا يجيب لي الطوموبيل باش نخرج. و اشوف فيه واحد العطش خطير، دابا غادي نشرب، غادي نشرب مزيان 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 مزيان. ولاحظت مؤخرا بديت كنغلاض، قبل كنت لا كنت عافيت في الحماله، في الاول الحماله ديالي كنت غلاضيت، موراها عافيت، ودابا عاوتاني حسيت براسي بديت كنغلاض وما نعرف. المهم اختي جمعت سالي، تشوف علاش ميشا كانت كضرب ليا في البيت ديالي غزال وما كنسخاش بها. دونك صافي دابا غادي نحاول نقاد راسي واحد شويه، شوفي كي دايره. بيان سور ماشي ميك اب، ولكن انا نقاد راسي وصافي. عاد عرفتوا داك لو سوان اللي كنت درت غزال، سوان ايدغاتون ديال الشعر زوين بزاف. راه قلت لكم سي با ليساج، ها نتوما شوفوا، حيت كون كان ليساج ما كنتش غادي نفيق بشعري مبوكل في الجدوره وهنايا وهنايا وديك الشيء. لا دونك هذاك سوان غير كيدغاتي هكا لي بوينت، كيدغاتي لك الشعر مزيان، كيعطيك هكا لا بريونس زوينه. سميتو سوان بلازما. المهم اختي غادي نمشي نكمل اشغالي ونرجع لكم من دابا شويه. ماما كتصور داكشي التوجات اللي دايره الغداء وداكشي، وعمر خلاص كيتفرج، كان يخرج مع بابا. قلت له عافاك بقى معايا باش تخرج معايا الساعه، صدق بابا صون عليا قال لي بلا ما تخرجي سني يجيب الطوموبيل. قديت راسي فوالا، بلاتي شويه ولا فامي غادي تجمع. دونك انا جو في بروفيتي دابا، غادي نخرج ياكو، خاصة نزربان نخرج هكا، نخرج هكا اختي هكا، في ما لبستي شي حاجه. غادي نخرج دغيا بالطوموبيل، نقضي شي غراض ونقاد لكم واحد لا فيديو، وعاد ديك الساعه نرجع بيد ما جا ولا فامي. فوالا ناري على الشميشه، فن 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 فن، عرفتي ما كتسخايش فريمون، ما كتسخايش من الشميشه. هاد النيف غادي وكيكبر، هاد النيف غادي وكيتحلبز، هاد النيف غادي وكيكبر ليا، خليوها على الله وصافي. صافي اختي دابا راني جالسه كنقاد داكشي، عرفتي فراسكم في وقت الصباح حجبوني حجباني، جاوني زويونين فهمتي، مقادين، حيتاش انا اللي قاديتهم اخر مره وعجبوني الصراحه. دابا خاصني نشري لهم غير ديك الصباغه، لحقاش تسالات ليا الصباغه ديال الحجبان، ما بقاتش ليا الصراحه. دابا راني مقاداهم غير بطراسيسهم بقلم وصافي. شوفتي نشرب شي عصا جو دورون جو دو بانان شي لعيبه، وتيبان لي غنجيبو من القهوه، ولكن كنبغي نقول صافي بلاش. نعم شوفوا دابا جلسنا انا وعمر، صافي ساليت شغلاتي وداكشي، وجيت لهنايا جيت الدار ديال ماما وجلسنا يا لاله. غنجلسو ناكلو، ندوق معاكم واحد بيم، واول مره غادي نشوفو هو هذاك اللي عند عمر دابا، اول مره زعما غادي ندوقو. نشوف عمر هادشي داك الباكاجين ديالو كيحمق، شوف الشكيل والكتابه وداكشي، فيه الرمان لداخل، المهم مادلين فيها الرمان لداخل. حنا نشوفو كيفاش دايره، ندوق ونقول لكم واش زوينه ولا لا. عطيني انا ديالي رايبي، انا خديت غير هادي ورايبي. رايبي كيعجبني اختي هذا، اما هذاك الشيء ديال لي مارك الاخرين شي حاجه ما عجبتني، هذا هو اللي واعر لوريجينال. ندوق معاكم هذا الشاين، انت غادي تشم كيفاش داير. انتما كرهت شكون قلبت لكم الكامل. ايتا اش دابا كياكل دانون بلا معلقه، ودابا راكم عارفين ديك الطريقه راه كياكل دابا بلاصتو. واش نحبس نخليك تاكل بخاطرك؟ لا يكملوا ضحكني نار، ضحكوا عليا يا عمر. شوفوا لا، ولكن النص ديالها هو الداخل نورمالمون، خصو دابا الصهد مول الحانوت، خصو يدير هادو في الثلاجه. شوف دابا الصهد، انا باغا نشرب هذا من هنا، ولكن اختي دابا مول فاتا كنغسلو في الدار عاد تنشرب من تما، دابا معنا ما نديرو غادي نشربو من هذا المكان. ما كانش عندي مع رايبي مؤخرا ولا عزيز عليا. المهم ندوق معاكم هذا الشيء، يا بسم الله. قول لي والله هي زوينه بنينه زعما، انا حقرتها في الاول مع قلت الرمال داخل يكون شي قوف شكل، ولكن بنينه هيك زوينه زوينه. عمر عاد تصلح معاكم عاد ولا كيدير الصوت.
قال لي اري لي سواف ديالي لحقاش مكلي به التليفون ولا وديت داك داك اللعيبه اللي كنشد فيها التليفون راه خليته في الدار الفوق واصلا ما بقيتش كنديرها في الطوموبيل كتقطع كتنيرز كنت باغا نبقى بالجوع حتى نتغدى باش نتغدى مزيان ولكن اختي ما فطرتش مزيان ما قلتش اها انت لقيتيها صحيحه انا ما نمشي كنديرها عفاف زوينه ما عادش حتى من ديالي شوفوا جيت للدار عند ماما لقيت خالتي جات هذيك اللي كنخدم عندها لي برودوي ديال افون وبغيت شي سيروم قلت ناخذ عوض هذاك اللي واخده ماما ديال الفيتامين سي ناخذ هذا راه ديجا دايرين فيه اون برومو ها هي قلت ناخذ هذا راه عرفتي فيه بزاف ديال غمقوا عليا بالكتابه الكتابه الكتابه وانا نقول صافي ناخذو بما ان كيسد المسام وديك الشيء دونك غادي نخدم به ونشوف ونرد عليكم هيا نوريكم شنو دارت ماما هنا الزيتون خيزو شلاضه ديال الخيزو وشلاضه ديال مطيشة بالفلفلة وشلاضه هادي اختصاي يا اختصاي تفنت اللحم بالبرطاط اللوز ها هو اللوز ايوا يا اختي نتبرعوا يا اختي وناكلوا محت الحين ورجع في الله ورجع في الله يا ماما فوغ لي زامي المهم مور ما تغدينا وسالينا وديكشي انا هبطت باش نوصل عمر للعصال حتى اذا به ياك هرستي لي الطوموبيل مداش فيا ودابا تجد امو دابا هذا قلت لكم خرجت وغدا نوصل عمر لاصال شويه وانا كنشوف واحد البنت كتشبه لهويا يعني شفتها ولكن ما ديت ما جبحيتش بالشوف اللي غنشوف بان لي غا صافي دخلت في واحد الدرب بقيت جالسه كنشوف وشفت البنت اللي معاها وقلت لا لا واقيلا ماشي هي تا الا كانت تجي حدانا راه غتجي قبل ماشي دابا درا علينا الربعه وشي حاجه علينا الخمسه ايوا هي هذيك قلت لعمر اجي نجي ندوزو من ديك الجهه النيت فين كنجلس نشوف وحنا يا اختي جايين وانا نقشعها بسندويشاتها وغداره وماشي غداره بطرونه بربره وعرفتو ولا ماشي سوقي لا وريو ميساج والله وشاري شحال شاريه من ساندويش جوج حيت قلتي لي ما تخرجيش شوفوا ها كنقول لها انا راني راه بلا ديطاي انا خارجه وانا خارجه ها انا وصلت للحوم ها هو الصوره ديال الدار كنحس براسي صاحبه انا خارجه واش قلت لك ايه مادام يا با دو ريبونس ما تخرجيش حتى انا نقرا الميساج يلا دابا شنو باغا صوتي دابا اختي قلت غادي نجلس معاهم شويه ندير راسي راني مازال موصله عمر الله طلع يطلع دابا ونجي نبروفيتي اختي نبروفيتي نجلس حداهم هنايا واحد شويه نبدل شويه جو دابا حنا جيت نجلس حداهم شي شويه شوفوا خصكم تشوفوني انا حالتي كي دايره انا قلت زعما اه هو الباطوف الله يخليك شوفوا الباط شوفوا الحطه عرفتي هادي اللي ضربت بها شي واحد والله ما يفاق عشان ما يفاقش ماشي ما عطيه حتى المدة زعما راه ما غيوليش يفاق اختي انا كنت غدا غير موصله وجايه تصدقنا اختي جالسين معروضين ايوا صافي رجع واقع لي زامي انا رجعت للدار ديالي دابا دونك لقيتوني كنت غنبات حتى اليوم مع ماما ولكن قلت لها غدا نقدر نبغي نخرج ولا شي حاجه وعندي حتى الخدمه خاصني فريمون نحيدها عليا دونك خاصني نرجع للدار سينو لقيتوني كنت كنجمع هاد وسط الدار واحد شويه يلاه بديت فيه غادي نجمع واحد شويه ونقاد شي امور وغادي نمشي اختي للكوزينه باش نوجد العشاء سولت عمر شنو ناكلو كنت غندير كفته في المقله مع مطيشه كفته بمطيشه وخبيز وشليضه قال لي لا ديري لنا سباكيتي بالكفته قلت له سامخش مزيانه قلت له واخا دونك غادي نمشي نوجد سباكيتي ديالي خلاص واقيلا سباكيتي مشاركه معكم اصلا ما تحتاج يعني شي حاجه اللي هي سهله وكتصيد دغيا دونك غادي نمشي اختي نوجد الماكله ديالي العشاء باش عاد نرتاح سينو لي زامي هادي اختي تاع عند ماما بوتي روز اند بلو ديك عند ماما وخديت هاد الياغورت هذا كيعجبني هذا ديال هاد انا كيعجبني الخضر
على الخضر على الازرق. وبارفو هذا الخضر كنحتاجو في الوصفات، كنزيد عليه شويه ديال الحامض، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملح، وتنخلطو وكندير به هكا شي بحال دابا كنخلط به اون سالاد، كنخلط به بحال اون صوص، كيجي زويون الصراحه. وهذا الطريف ديال الفرماج وصافي. دابا اختي غنمشي نوجد العشاء ديالي. وفوالا الكبيدات في المقيله، درت مطيشه، درت حبه مطيشه والثومه والبصله وشعلت عليهم، انا عاد نزيدهم زويته والعطريه. من بعد كنزيد هاد المطيشه هادي، ما كانتش عندكم هادي تقدروا ديروا مطيشه ديال الحك اللي بغيتوا على حسب داكشي اللي عندكم نتوما موجود. على ما تبقى شي شويه الكفته على ما تبقى البصله تهبط واحد شويه، عاد غادي نزيد الكفته ديالي هنايا. لي زامي فاش تكونوا كديروا لي بات ما تنساوش هاد شنو سميتهم هاد الضامات هادو ديال كيل دو بحال كنور وديكشي. دونك هادي الضامات ديال لي بات زوينه الصراحه، كتعطي واحد لوكو زوين في لي بات. دونك لي زامي ها هي درت الكفته في المقله مع لاصوص طوماط هي تطيب، وفي نفس الوقت هنايا راني دايره لي بات كيتسلقوا لي بات سباكيتي. لي زامي هذا زيتون كحل مقطع، شللته من الصودا، بيته يعني ليله كامله، لا جوج ليلات، وهو بايت من الصودا باش كيولي كتحيد منه ديك الملحه كامله. وغادي نديرو في طويصه، غادي نديرو في طويصه، وغادي نزيد عليه شويه ديال زيت البلديه وشويه ديال الزعتر. كاين الناس اللي كيبغيو يزيدو حتى الثومه، انا ما غنزيدهاش، انا بغيت غير نجلس ندوق بعد ما نخدم بالبيس، نخدم الخدمه ديالي غادي نجلس ندوق. دونك فوالا حطيت غير هاد شويه، الا شبعت راه هي هذيك، ما شبعتش حتى يجي عمر ونزيد معاه. صافي اختي، وبيان سور ضروري الحار. نوع تقبيله داكشي اللي وجدت ماما، اللحم بالبرقوق، انا صراحه ما عنديش معاه، وماما كانت غدير بلا واحد اخر، وانا نقول لها ماما ديري لنا اللحم بالبرقوق للغدا، قالت صافي مزيان، عرفتي طيبه واعر جلدي. انا ما مول فاش كناكلو، ما كيعجبنيش حتى في العراسات ولا في هذا، ما كناكلوش، كناكل الدجاج واللحم ما كندورش به، عرفتو جلدي. طحنا في دماغنا قلنا ها طيبين اختي في السبوع كتعرفي. عرفت والله الا ما كرهتش هكا طيب لك ماماك في السبوع يجي داكشي غزال، ولكن تمارى عليها، زائد خصها تكون واقفه معايا انا عاوتاني، فهمتي، غنكون محتاجاها، خاص الام تكون مع بنتها، فهمتي، هي كدا خصها هادي، ولكن بحال هكا تبارك الله الطيبات هكا بيناتنا كتصوبهم زوينين، كونتيتي كبيره ما زعما صعيبه شويه، خصها شي حد اللي مولف يخدم معاها وديكشي. فوالا الكبيدات، كنبغيكم بزاف بزاف، ونشوفكم ان شاء الله فيديو جاي باش ما نطولش عليكم. غادي نجلس اختي باش نخدم الخدمه ديالي ونمونطي داكشي اللي خاصني نمونطيه ونتفرج. وفوالا كنبغيكم بزاف بزاف، بيزو ليكم.